مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجل اعمال مميز او سيده اعمال مميزه. رحبوا معي اليوم بمستر معتز صاحب اوتين كافيه. اهلا وسهلا فيك مستر معتز. اهلا وسهلا فيكي، ونحن اللي بنرحب فيكم وميت اهلا وسهلا فيكم. نورتنا بالبرنامج. شكرا لك مستر معتز. مستر معتز، حابين نعرف اكتر عن حضرتك وعن اوتين كافيه. الحقيقه اوتين كافيه مشروع قديم كان في الذهن وفي الذاكرة. وطبعا بحب أذكر أنه المالك الحقيقي هو الأستاذ سالم صياح المزروعي، وطبعا إن كلنا عائلة واحدة وعلاقة قديمة. ففكرنا في هذا المشروع من فترة زمنية، وخاصة أنه أنا عندي بنت المهندسة جاردينيا. هي كان الكوفي هو حلم بالنسبة لها. والحقيقة نحن نبحث عن اسم، ومن يعني هي كان عندها هواية في هذا الموضوع، وكان في لها صفحة على الانستغرام ولا زالت، ومتخصصة أيضا بالغذاء الصحي. نعم. فكانت المقومات موجودة، وأنا في العلاقات واكتملت الأمور وكانت المقومات موجودة، والحمد لله بدأنا العمل في أو العمل على هذا المشروع، والحمد لله رب العالمين افتتحنا مثل ما أنت شايفة. نعم ما شاء الله. مثل معتز، حابين نعرف اكتر عن انواع الخدمات اللي بتقدمها، انواع الاطباق اللي بتتقدم هنا في اوتين كافيه. الحقيقه الاطباق مختلفه. نعم. واحنا دوما نسعى ان نكون مميزين. الاطباق اللي بنقدمها هي اطباق شرقيه، ولكن فيها اضافات ولمسات. نعم. هاي الاضافات طبعا مختصة فيها المهندسة جاردينيا. وطبعا نحن هنا في المنطقة السبيشاليتي كوفي مميزين فيها، وعندنا حبوب القهوة. نحن ما مستوردها تجاريا، أو الحبوب التجارية، لا، نحن مستوردها بنجيبها من مصادرها. نعم. من مصادرها، وتطحن بشكل خاص لأوتين كوفي. بنحاول نقدم يعني مذاق مختلف، إضافة إلى الاستقبال وحسن التعامل مع الزبائن، أمن له الجو المود اللي هو بيرتاح فيه. نعم أكيد. أنا أول ما دخلت فعلا مريح جدا نفسيا. أشكرك جدا، وهي شهادة نعتز فيها. ومع الديكور وكل شيء ما شاء الله. الله يسلمك يا رب. طبعا هذا الديكور هو تصميم المهندسة جارديني أيضا. نعم. الله يسلمك مستر معتز. طبعا في ظل المنافسة الشديدة الموجودة هنا بالإمارات، حضرتك ذكرت ان المميز في اوتين كافيه الكافي. ممكن نعرف ايه اكتر تاني شيء مميز باوتين كافيه؟ الحقيقة اول شيء بدي احكي لك عن الموقع. نعم. نحن يعني ما بقول لك ما تعبنا، حتى استقرينا على هذا الموقع. الموقع هو مثل ما انت شايفه مشروع اثراء، وهو الحقيقه يشكروا عليه هذا المشروع كامل متكامل من جميع النواحي والجهات. طبعا امتداد لسوق الذهب، وراس البر، قريب من جسر انفينيتي، في النهر اللي هو طبعا في بيجذب السائحين، هذا النهر هو بحر الحقيقة. نعم. ولكن عاملينه بطريقة جميلة جدا، ومنظر خلاب فعلا يعني، وبيستخدموا القوارب بشكل تاكسي. نعم. من ضفة إلى ضفة أخرى للتنقل. الموقع رائع جدا يعني، من حيث الجمال، من حيث الحركة، حركة الناس، يعني مميز البزنس الحقيقة يعني. نعم. مستر معتز، حابين نعرف عن نظرتكم المستقبلية. نظرتنا المستقبلية هو في اسم اوتين. نعم. نأمل لهذا الاسم إن شاء الله، ونحن عم نشتغل وعم نجتهد على هذا الموضوع، بأن يكون هذا الاسم براند إن شاء الله.
في المستقبل يعني في سكند برانش ثيرد برانش وهكذا ان شاء الله. ان شاء الله اتمنى لك كل التوفيق والنجاح بالمستقبل مثل معتز ان شاء شكرا الله. شكرا لكم وميت اهلا وسهلا وشرفتونا الحقيقه. مثل معتز طبعا احنا في افضل بلد هنا بالامارات موجود نعمه الامن والامان لكل المستثمرين. الحقيقه انا واحد من الناس انا بقالي 35 سنه في البلد. نعم. الحمد لله رب العالمين الامن والامان طبعا الامن الامان بالله ولكن الجهود المبذوله من قبل القائمين على هذا العمل وانا بهالمناسبه بدي اتوجه بالشكر لصاحب السمو رئيس الدوله واتوجه بالشكر لنائب رئيس الدوله الشيخ محمد بن راشد وطبعا لشيوخ الامارات كلهم والقاده وكلهم في مكانه للجهد الكبير اللي عم بيبذلوه الحقيقه لتسخير يعني هذا البلد لكل من حب ان يكون مجتهد لانه اعطوا فرص الحقيقه لكل انسان مجتهد فرصته وهي موجوده. نعم. واللي اجمل من ذلك اللي هو العدل. نعم. العدل اللي يعني فعلا احنا نلمس هذا العدل عدم التفرقه. إليك حق تأخري عليك حق. نعم. ونظافة وأمان وألف شكر والله يعني كلمة شكر قليلة بحق. نعم. صراحة وبالمناسبة كمان أنا بدي أشكر طبعا بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الأستاذ سالم المزروعي شكري طبعا للشيوخ قادة الإمارات وللشيخ محمد بن راشد على إنشاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع. نعم. طبعاً اللي بتدعم المواطنين والخليجيين والحقيقة عم تقدم خدمات جليلة. نعم. فأنا بالأصالة عن نفسي ونيابة عن الأستاذ سالم المزروعي بقدم كل الشكر للشيخ محمد بن راشد المكتوم لسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم والقادة المعاونين المساعدين اللي معه على هذا الجمال اللي لا يوصف الحقيقة يعني في جميع الأشياء. نعم. وإحنا متشكرك كتير مستر معتز خلال البرنامج بتاعنا. وبالأخير نحب نقول للسادة المشاهدين إزاي يقدروا يتواصلوا مع أوتين كافي. الحقيقة في أسفل الشاشة بتكون جميع الأرقام موجودة أرقام التواصل وبالنسبة للموقع اللوكيشن اللي عندنا نحن مثل ما بتعرفي في كورنيش ديرة دبي في ساحة اسمها ساحة ميسا بلازا 1 بجانب فندق ايبس اوتيل شايفيته على ايدي شمال. نعم. وطبعا على يميننا جسر انفينيتي على يسارنا امتداد سوق الذهب هذا هو الموقع وموجود على كل حال هو على الويب يعني موجود في اللوكيشن موجود لكل من يكتب كلمة أوتين في اللغة الإنجليزية بيظهر الموقع والمكان وبإمكانه يوصل لعندنا بسهولة جدا. شكرك كتير أهلا وسهلا فيكم وشرفتونا الحقيقة وشكرا لكم. شكرا لك مشاهدينا الكرام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC دمتم بخير وفي رعاية الله.